ويا سلام على رب العالمين لما هو اللي يغير لك مفاهيمك ويقول لك يا عبدي مفهومك تجاهي، أفكارك تجاهي، قناعاتك تجاهي هي اللي هتحدد علاقتك بيا. أنا مين بالنسبة لك؟ أنا إيه بالنسبة لك؟ قال رب العالمين حديث معناه زي ما هتفكر فيا يا عبدي وهيكون مفهومك عني هكون كده. عرفت الحديث؟ أنا عند ظن عبدي بي، وفي الرواية فليظن بي ما شاء. مفهومك إيه تجاه ربنا وقت ما يبتليك؟ أنا عند ظن عبدي بي. مفهومك إيه تجاه ربنا لما ينعم عليك؟ أنا عند ظن عبدي بي. مفهومك إيه تجاه ربنا وانت واقف بين إيديه هيقبلك ولا لا؟ أنا عند ظن عبدي بي. مفهومك إيه تجاه ربنا لما تعصي وذنوبك تكتر هيغفر ولا ينتقم؟ أنا عند ظن عبدي بي. خد بالك يا عبد، أنا عند ظن عبدي بي. فعلى حسب مفاهيمك وأفكارك تجاه ربنا عز وجل هتتكون علاقتك بربنا.